اهلا بكل جماهير النادي الاهلي، يوم جديد، حلقه جديده، السادسه، تحياتي لحضراتكم. طبعا امبارح استمتعنا الحقيقه باحتفاليه النادي الاهلي بمناسبه التتويج بالنجمه العشره. امبارح كان حفل اكتر من رائع الحقيقه، عكس قيمه ومكانه النادي الاهلي بالتاكيد، واستعدنا فيه ذكريات 10 نجمات حققها الاهلي على مدار تاريخه في بطوله دوري الابطال. الحقيقه يمكن استعدنا كمان لقطات اكتر من رائعه، هي ما ينفعش نقول استعدنا لانها ما بعدتش كتير عن ذاكرتنا، محفوره في قلوب وفعول الاهلاويه، لكن الحقيقه ما كانش في مانع نفتكر نجومنا وهم بيكتبوا بحروف من ذهب سيطره النادي الاهلي الكامله على القاره الافريقيه. 10 نجمات ارتفعوا في ملعب مختار التتش امبارح عشان ينوروا وياكدوا على الحقيقه على انه الاهلي هو عملاق الكره الافريقيه. ما تخليش حد يجرك لفكرة المقارنات لأنك أنت خارج المقارنة، لأن أنت بالتأكيد خارج المنافسة. وإحنا بنحضر لحلقة امبارح ولما ركزت بس في العشرين سنة الأخيرة، لقيت أنه إذا حبيت أنك أنت تحط الأهلي وسط عمالقة القارة الأفريقية في مقارنة، فيكفي أن أنا أقول لحضراتكم أنه الأهلي إذا وضع في كفة يتحط قدامه الترجي صاحب المركز الثاني في عدد الألقاب، ومازيمبي صاحب المركز الثالث في عدد الألقاب، وإنيمبا ناجيري صاحب المركز الرابع في عدد الألقاب. 8 ألقاب بس للنادي الأهلي في الألفية الجديدة في مقابل 8 ألقاب للفرق الثلاثة أصحاب المركز الثاني، أصحاب المركز الثالث، وأصحاب المركز الرابع مجتمعين. الأهلي في كفة، والترجي ومازيمبي وإنيمبا في كفة، ويجي من وراهم بعد بقى الأربعة الكبار، عندك ماميلودي سان داونز ليه نسخة، عندك نجم الساحلي التونسي ليه نسخة، عندك الزمالك المصري ليه نسخة، لكن الأهلي بالتأكيد في حتة تانية خالص. أتمنى تكونوا استمتعتوا، وإن شاء الله بإذن الله الموسم الجاي يزداد عدد النجوم في النادي الأهلي، وإن شاء الله نحقق النجمة ال11. كلام كتير من الحقيقة، يمكن جمعنا الحقيقة بالمسؤولين عن النادي الأهلي امبارح، ويمكن شفتوا واستمتعتوا بمجموعة من اللقاءات، وأنا يمكن حتى في الكواليس كان ليا مجموعة من اللقاءات، يمكن اتكلمت كمان مع كابتن سامي قمصان والكلام جاب بعض، واتكلمنا على ماتش بتروجيت اللي فات اللي يمكن ما كانش مرضي لطموحات الجماهير، وقلت الكابتن سامي نصا حتى انه الجمهور كان مستني يشوف عرض قوي جدا ويشوف النجوم ويشوف فرقة النادي الاهلي بشكلها اللي هتظهر عليه الموسم الجديد. قال لي طبعا دي وجهة نظر الجمهور، بالنسبة للجهاز احنا بنجرب وبندي فرصة وبندي مساحة لكل اللعيبة عشان تشارك ونتفرج ونشوف مين ممكن يكون موجود معانا الفترة اللي جاية. ماتش المقاولين قال لي ممكن يكون مختلف شكلا وموضوعا، واعتقد طبعا مباراة المقاولين بكرة ان شاء الله هتكون الاختبار والاحتكاك الاخير قبل مواجهة طلائع الجيش بقى الاسبوع الجاي ان شاء الله، تحديدا يوم الثلاث في اول بطولة بعد التوقف، وهي بطولة طبعا سوبر مصر. عندنا كلام كتير والنهارده